مبرمجو المواقع الإلكترونية وبرمجيات الحاسب الآلي وتطبيقات الهواتف الذكية يعرفون تماماً ماذا تعني كلمة برمجة. هي إجمالاً مجموعة من التعليمات التي توجه الجهاز وتحدد له مسبقاً كيفية التعامل مع البيانات وتنفيذ المهام والقيام بسلسلة من الأعمال المطلوبة للوصول إلى هدف معين، وهي الخطوة الثانية لإنشاء موقع إلكتروني أو برنامج أو تطبيق بعد المرحلة الأولى، والتي يتم خلالها تصميم التصور النظري النموذج ورسم الإطار العام للمشروع والشكل الأساسي وتحديد الألوان والمفاتيح الأساسية والشاشات الانتقالية والرموز المصغرة والأدوات والأشرطة وغيرها من المكونات التي تحدد شكل البرنامج. أما مرحلة البرمجة فهي عملية كتابة الشفرة البرمجية واختبار وتصحيح الأخطاء وتطوير شفرة المصدر بهدف تنفيذ وظيفة محددة مسبقاً ومتوقعة النتائج لينفذها البرنامج بكل دقة على وفق سلسلة من العمليات الحسابية والمنطقية. ولأن الأجهزة الإلكترونية لا تملك عقلاً مستقلاً، فهي تنفذ المهام وتؤدي الغرض منها تبعاً لخطوات ثابتة حددها المبرمج دون أدنى محاولة منها للابتكار. أما العقل البشري فرغم كونه مصمماً على حرية التفكير والاستقلالية في البحث والتحري، إلا أنه يمكن إخضاعه لعملية برمجة أيضاً، ولكن بطريقة تختلف عن الطريقة المستخدمة لبرمجة العقل الإلكتروني، لكنها تؤدي في نهاية الأمر المهمة نفسها، وهي تنفيذ خطوات ثابتة قام المبرمج بتحديدها سلفاً. وتوجه عملية برمجة العقل في الأساس إلى العقل الباطن بصفته المتحكم في العقل الواعي ومعتقدات الإنسان وتوجهاته وقراراته، وترتكز هذه العملية على مبدأ أساسي هو التكرار. فالطفل في مرحلة التعليم الأساسي يتعلم أن الأرض كرة، يشاهدها مراراً مجسمة في النموذج الذي يشرح عليه المعلم وفي صورها التي تملأ صفحات كتب الجغرافيا، يراها على شاشة التلفاز في البرامج والأفلام والمسلسلات، يطالعها على صفحات الجرائد والمجلات وإعلانات الشوارع وعلى الملابس وأغلفة الكراسات المدرسية، وبذلك يخضع لعملية برمجة عن طريق التكرار تؤدي إلى ترسيخ فكرة كروية الأرض باعتبارها قضية بديهية لا شك فيها. وتستلزم عملية البرمجة أولاً خلق قالب من الفكر الموجه ومجموعة من الأفكار والآراء والمعتقدات تدعمها إثباتات يطلق عليها لفظ علمي، وتجارب يطلق عليها اللفظ نفسه لخلق نموذج مقبول لتفسير ظاهرة ما. وعلى الرغم من صعوبة الخطوة الأولى لفرض هذا القالب على الجيل الأول، إلا أن الخطوات التالية تصبح أسهل فأسهل عن طريق كوادر يحملون النموذج للأجيال التي تلي الجيل الأول، فتتعلمه من المهد حتى يصير ثابتاً وبديهية، وينتشر القالب الفكري بين البشر كالنار في الهشيم دون مقاومة. على سبيل المثال، هناك نموذج علمي يفسر طبقات الأرض من القشرة إلى اللب، تعلمناه ونحن صغار على نحو متكرر، وعلمناه لأولادنا باعتباره ثابتاً علمياً غير مشكوك فيه، دون أن تسمح لنا عملية البرمجة بالسؤال عن دليل إثبات لهذا النموذج، أو التحقق من كيفية معرفة العلماء لذلك، وفي عقولنا تترسخ فكرة أنهم علماء. إذن هم يعرفون أكثر منا، ولا بد أنهم حفروا حتى وصلوا إلى اللب، واستطاعوا تحليل هذه الطبقات واختبارها بالملاحظة المباشرة، ثم تقديم نموذج علمي مدعوم بآلاف الرسوم التوضيحية. لكن الحقيقة أن هذا النموذج ليس نموذجاً علمياً، وإنما خيال علمي، وتخمينات ليست أكثر، اعتمدت على أبحاث وقياسات جيولوجية دون ملاحظة مباشرة.
فلم يقم أحد بالحفر إلى عمق الأرض لتأكيده، ولا يعرف أحد على وجه اليقين مما تتكون طبقات الأرض أو شكلها الداخلي. وأعمق حفرة حفرها إنسان هي مشروع بئر كولا العميق الذي نفذه علماء من الاتحاد السوفيتي بهدف حفر أعمق حفرة في العالم. بدأ المشروع عام 1970 بهدف الوصول إلى عمق 15 كيلومتراً، وبحلول عام 1979 استطاع العلماء الروس تخطي الرقم القياسي السابق المسجل لبئر بيرثا روجرز بالولايات المتحدة، وهو 9583 متراً. وفي عام 1983 وصلوا إلى 12 كيلومتراً، لكن طوال العشر سنوات التالية لم يتمكنوا من حفر أكثر من 262 سنتيمتراً إضافية تقريباً، وهذا كل ما حققوه 12 كيلومتراً فقط. ورغم كل المحاولات لبلوغ الهدف، إلا أنهم لم يستطيعوا التعمق أكثر من 12 كيلومتراً، وتوقف المشروع تماماً عام 1992 معلناً عن أكبر حفرة حفرها إنسان يوماً. فماذا وجد العلماء في هذا العمق؟ ولماذا سميت بئر كولا ببئر الجحيم؟ كان هذا المشروع جزءاً من السباق العلمي المحموم بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، واستطاع السوفييت الانتصار فيه لتعويض خسارتهم أمام التفوق الأمريكي في الفضاء بعد نجاح رحلات أبولو من إيصال الإنسان لأول مرة إلى سطح القمر، أو هكذا زعموا. ورغم أن مشروع بئر كولا كان مشروعاً علمياً، إلا أنه ارتبط بإحدى الأساطير المعاصرة وحامت حوله الشائعات التي تتراوح في منطقيتها بين الحقيقة والخيال. لكن الجدير بالملاحظة أن علماء الجيولوجيا السوفييت اكتشفوا شذوذاً محيراً في الصفات الجيولوجية للأرض، وعثروا على كميات هائلة من المياه تجري في تلك الأعماق البعيدة نسبياً بالنسبة لنا نحن البشر، الأمر الذي يهدم النظرية الجيولوجية القائلة بأن طبقات الأرض تصبح أقل مسامية وأكثر تماسكاً كلما اقتربنا من المركز، إذ تبين عن طريق الملاحظة المباشرة أن العكس هو الصحيح، وأن طبقات الأرض بالأعماق أكثر مسامية، مما يسمح للماء بالتحرك بسهولة. كما اكتشفوا كميات ضخمة من غاز الميثان، وهو أحد أشكال الألكان، أي إنه مركب عضوي. فكيف وصل مركب عضوي إلى هذا العمق رغم أنه يفترض علمياً ألا يوجد هناك شيء حيوي؟ ولكي تعي أهمية هذا الاكتشاف، فإنه يهدم نظرية المنشأ الحيوي للنفط، إذ إن المركبات العضوية تبين أنها موجودة بالفعل على أعماق أبعد كثيراً من الأعماق التي يتجمع عندها البترول. إلى جانب عثورهم على أحافير مجهرية، فكيف وصلت العوالق والخلايا الحية النباتية والبحرية إلى هذا العمق إلا لو كان الماء في أعماق الأرض البعيدة مرتبطاً بصورة أو بأخرى بالماء على سطحها؟ أو أن التفسير العلمي لدورة الماء على الأرض برمتها مشكوك فيه؟ وعلى الجانب الآخر، انتشرت في عام 1999 أسطورة معاصرة تزعم بأن هناك بئراً في الاتحاد السوفيتي تصل إلى الجحيم تحت الأرض. ورغم أن الأسطورة لم تذكر أنها بئر كولا، إلا أن الشائعات التي دارت حول هذه البئر خلقت رابطاً ما بينهما، حيث ذكر أنه في مكان ما بالاتحاد السوفيتي استطاع فريق من العلماء حفر بئر عميقة اخترقت الأرض ووصلت إلى تجويف أسفل منها، وعندما أنزلوا أجهزة تسجيل صوت حساسة ومقاومة للحرارة تمكنوا من سماع أصوات قيل إنها أصوات صراخات المعذبين في جهنم. نشرت هذه القصة صحيفة ويكلي وورلد نيوز الأمريكية،
ثم أعادت نشرها مع التسجيلات الصوتية شبكة ترينتي تي بي إن، معتمدة على رواية أحد النرويجيين الذي زعم أيضاً بأن البئر خرج منها شبحاً يشبه الخفاش وطار نحو السماء. كما نشرت صحف أمريكية أخرى زعماً بمصرع بعض عمال المناجم عقب خروج الشيطان من حفرة الجحيم، بيد أنه لاحقاً كشف عن عدم صحة التسجيلات الصوتية، لتبقى قصة بئر الجحيم مرويات تتراوح بين الأسطورة والحقيقة، كما أنها تتشابه مع قصة أخرى في منطقتنا العربية، هي قصة بئر بارهوت أو خسف فوجيت، والتي تقع في شرق اليمن والمعروفة بقعر الجحيم، حيث يعتقد بأنه مكان يسكنه الجن ونسجت حوله القصص والأساطير التي تناقلها الناس. ورغم أن علماء الجيولوجيا السوفييتي هم من حفروا أعمق حفرة في الأرض ويملكون الملاحظات المباشرة والبيانات العلمية، إلا أنهم يقولون بنتائجهم المنشورة بموقعهم الرسمي على شبكة الإنترنت: لقد أدركنا واستوعبنا كم ما يزال ما نعرفه عن بنية الأرض قليلا جدا. كان هدف مشروعهم حفر 15 كيلومترا، لكنهم لم يستطيعوا تجاوز 12 كيلومترا رغم كل محاولاتهم قبل توقف المشروع دون بلوغ الهدف. لكن الغريب أن طبقة التربوسفير بالغلاف الجوي للأرض، وهي أول الطبقات ونعيش داخلها، ترتفع لمسافة 12 كيلومتر أيضا. فهل هي مصادفة؟ أم نمط مثير للاهتمام وسر من أسرار الرقم 12؟ فالعام مقسم 12 شهرا، والساعة 12 رقما، وعدد البروج في السماء 12، والعنصر الأساسي الذي تتكون منه أجسامنا أحد نظائر الكربون بنسبة 98%، عنصر الكربون 12، وعدد الآلهة في حضارة اليونان بزعامة زيوس 12، وعددهم عند الرومان بقيادة جوبيتير 12 أيضا، وفي الهند 12 إلها مساعدا للإله الخالق برهما، والنبي موسى عليه السلام فجر لقومه 12 عينا وانقسموا 12 سبطا، وحواري السيد المسيح عليه السلام 12، والأعياد الكبيرة في المسيحية 12، وعدد الأئمة عند الشيعة 12 12. أما أغرب الملاحظات لمشروع بئر كولا، أن الأرض ليست طبقات عشوائية من الداخل، لكنها طبقات مرتبة ومنظمة بدقة ومتميزة عن بعضها بأنواع مختلفة من الصخور. فإذا كان الإنسان لم يصل لعمق أبعد من 12 كيلومتراً، إذن هو لم يصل إلى نصف القشرة الأرضية، والتي تمثل أقل من 1% من حجم الأرض. وإذا كنا لم نتجاوز القشرة الأرضية، فكيف يمكن الاعتماد على أجهزة القياس عن بعد لمعرفة بنية الأرض إذا كان مشروع بئر كولا أثبت خطأها؟ وكيف عرفنا بنية الأرض كاملة ودرسناها باعتبارها نموذجا علميا غير مشكوك فيه؟ وكيف نؤمن بصحة هذا النموذج وكأنه بديهية؟ السبب هو عملية البرمجة العقلية التي لم تسمح لسؤال كهذا بأن يخطر على بالنا. عملية برمجة معقدة دعمت عمليات أخرى هدفها ترسيخ أفكار أخرى، أهمها أننا نعيش على سطح كرة أرضية. فهل حقا نعيش على سطح كرة؟